طبعا الدوريات لها برنامج، الدوريات مشتركه على طريق الام 4، تبدا من بلده الترنبي مدينه سراقب الى مدينه اللاذقيه. منذ ايام كانت اول دوريه مشتركه تصل الى مناطق اللاذقيه، عندما وصلوا الى نقطه ما فعادت الدوريه التركيه الى بلده الترنبي، والدورية الروسية اتجهت إلى اللاذقية، ولأول مرة تقوم الدورية المشتركة التركية الروسية من سراقب إلى مدينة اللاذقية. ولكن بهذه الدوريات منذ فترة تعرضت الدوريات المشتركة لا ندري هل هي كانت عبوة ناسفة أم سيارة مفخخة، ولكن كان تكتيم على بعض الأعداد أو بعض التفصيل عن هذا التفجير. واليوم أيضا تعرضت الدورية المشتركة الروسية التركية في بلدة أورم الجوز بقصف، إما بقازف الار بي جي أو بالكاتيوشا، واعترفت قاعدة حميميم بإصابة عنصرين من القوات الروسية في هذا التفجير. منذ مارس كان هناك اتفاق مبرم بين الحكومة التركية والحكومة الروسية على طريق الأنفور وجنوب الأنفور، ولكن في ظروف كورونا أجلت كل الاتفاقيات والتفاهمات حتى الدولية منها أو المحافل أو المؤتمرات. فكأن هناك اتفاق مبرم بين تركيا وروسيا على تسليم جنوب الأنفور بالكامل. سيكون جنوب الأنفور تحت الوصاية الروسية والدولة السورية، وشمال الأنفور سيكون تحت الحماية والوصاية التركية. أجلت كل هذه التفاهمات والاتفاقيات، والقوات الروسية أعطت فرصة للدولة التركية أو الحكومة التركية بتمديد هذا الاتفاق إلى 6 أشهر، أي من مارس إلى الشهر 9 لعام 2020. نلاحظ أن هناك خروقات للهدنة من الطرفين، ووعودات من السياسيين والجانب التركي على أن هناك عودة إلى الخلف من النظام السوري أو القوات الروسية إلى ما بعد معركة عمان أو إلى اتفاق سوتشي، ولكن الواقع يقول العكس. لن يكون هناك أي هدنة نظامية أو أي هدنة أساسية قبل السيطرة من قبل النظام وروسيا على جنوب الأنفور بالكامل. هذه كل الوعودات السياسية والعسكرية من جانب التركي ومن جانب قادات الفصائل العسكرية التي تؤتمر من الجانب التركي، أرتال الضخمة التي تتوالى كل يوم أو بالأسبوع عدة أرتال من معبر كفرلوسين، هناك عشرات الآلاف أو آلاف من المدرعات والأسلحة الثقيلة والخفيفة التركية، وأيضا هناك عشرات الآلاف من الجنود التي ملأت إدلب بالكامل من جنوب الأنفور وشمال الأنفور. اليوم أصبح الأعداد الجنود الأتراك في مدينة إدلب، إذا أردنا أن نحصي هذه الأعداد، هي تحارب دول وتقاوم دول، هي ليس لقتال النظام ولا للتصدي للنظام كما يعدون الشعب، ولا حتى لقتال الفصائل الإسلامية في إدلب أو شمال غرب إدلب. ولكن الخطة المتبعة في الأيام القادمة، نحن مقبلين على بداية الشهر 9، الاتفاق المبرم أو الوعود بين تركيا وروسيا، هناك نحن قادمون على مرحلة مفصلية على هذا الأمر، أي أن روسيا والنظام هم سيتقدمون على جنوب الأنفور إما سلما أو حربا. خطة القادمة هي الدرجة الأولى، القضاء على ما يسمى الجيش الحر في محافظة إدلب قبل الإسلاميين. عندما تسيطر روسيا والنظام السوري على جنوب الأنفور، فإذا ما تبقى من إدلب من الفصائل العسكرية في إدلب هي كلها
كلها فصائل إسلامية من حراس الدين أو هيئة تحرير الشام أو أنصار الدين أو بعض الفصائل الإسلامية، ومع ذلك هي مدعومة تركيا. إدلب إلى أين؟ لا ندري إدلب هل هي إلى الجحيم أم إلى النعيم. الوعودات من الساسة السياسيين والعسكريين في الشمال السوري أو من الجانب التركي، هم يوعدون بأن يتصدوا لأي هجوم سوري أو أي هجوم من الدولة السورية والحكومة السورية، ولكن أنا على يقين أن هناك غرفة عمليات واحدة بين تركيا وروسيا. طبعا الاتفاقيات والتفاهمات هي فقط على جنوب الأنفور، أي شمال الأنفور هو محرم على روسيا وأيضا على الدولة السورية. في القريب الأيام أو الأشهر القادمة طبعا نتمنى أن يكون هناك إدلب تتجه إلى النعيم وليس الجحيم، ولكن كل الواقع يقول أن إدلب تتجه إلى جحيم، ولا نتمنى أن تكون هناك باغوز ثانية في محافظة إدلب.